لكن مستمرين بالرياضة وبدنا نشوف شو صار مع أحمد ورعد بوادي رم برياضة المنطاد من وادي القمر. يعني خلينا نشوف رعد وأحمد مجددا. صباح الخير. نعم نعم رشا صباح الخير. مثل ما انت شايف احنا هسه الان طايرين وبسما رم والاجواء لا لسه 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 ما طرنا لسه احمد حمي شوي احنا لسه ما طرنا. طبعا مشاهدينا الكرام صباح الخير لكم من جديد. صباح الخير لرشا وايضا الى كل من يشوفنا الان وكل من حاب يطلع معنا المنطاد، لكن احنا بصراحه لسبب ظروف شده الرياح ما قدرنا نطلع بالمنطاد. حاولنا ان نطلع ولكن ما قدرنا نطلع. احمد يعني في نشامه الفريق المجهز من قبل الكابتن خالد الشيشاني موجودين معنا ونصب عليه ونقولهم يعطيكم العافيه اللي دائما بيحبوا يحافظوا على سلامه اي نعم. شخص يطلع للمنطاد. مشاهدين احنا من خلال هالسله راح نتعرف اكثر على هالنشامه الموجودين معنا. صباح الخير. صباح النور يا تعرف يعني. عليك فهد الزويدي. حابين تحكي لنا هيك اكثر عن دورك وكيف بتشارك في عمليه الطيران والانزال والاستعدادات والتجهيزات للمنطاد؟ والله عمليه المنطاد هي عمليه متكامله يعني متشعبه، يعني عمليه جلب السياح من المخيمات مع عمليه تحديد مكان الطيران وين، بعدين الكابتن خالد يحدد مكان الطيران وين، احنا نقوم بتجهيز المنطاد، نقوم على ترتيب تجهيز المنطاد بنفخها بالمراوح، وبعدين نقوم على مساعدة السياح في الصعود على المنطاد ومن ثم متابعته في الجو، وعند النزول نكون جاهزين كل الفريق علشان ننزل الأجانب ويكون تكون الرحلة بأمان. يعني قديش المدة قديش باخذ تجهيزات؟ يعني تجهيزات تقريبا يعني نص ساعة تقريبا. اها من نص ساعة ل 40 دقيقة تقريبا نكون جاهز المنطاد للإقلاع للطيران. الله يعطيك العافية. يعني شكرا لك عمنا وأكيد جهد مشكور. ولكن كابتن خالد يعني بالمناسبة احنا حاولنا نشغل المنطاد ونطير، ولكن ايش كلمة منك الآن لكل مشاهدينا؟ احنا ليش مطرنا؟ ليش مطرنا يعني احنا قاعدين على الأرض؟ احنا الحين قاعدين صح اسمع انا من عليه بستنى قاعد بدي أطير اليوم اليوم بدي أطير احنا قاعدين بستنى انا بدي أطير بستنى معك للمغرب. هلا أنتم وعدوني يوم ثاني تيجوا وراح تاخذوا فكرة جيدة عن المنطاد. اول شيء الهواء سريع انت شفته حاسين فيه صراحه فالهواء عندنا اوفر ليميت فما قدرنا ننفخه، لو قدرنا ننفخه كان اعطانا ايمج ثاني للمنطاد. بس احنا حاولنا لانه التلفزيون جاي من اخر الدنيا ونعطي للمشاهدين فكره انه من ايش بتكون المنطاد وبناء عليه حاولنا. بس إذا ما في أمان ما في طيران. أكيد إحنا كنا حابين نشوف صراحة إحنا كتير جبال وادي رم من إحنا كتير دقيقين والشباب اللي معاي هذول الله يعطيهم العافية يعني الشباب نشامة ما قصروا عليكم وعلى الوطن الجميل يعني من نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني يعطيكم العافية وصباحات منكم يا إخوان للمشاهدين. أنا أتعرف عليك سلام الزوايدة. والله ونعم وبك. والله كيف فيك شايف الأجواء وهالصباح؟ الأجواء حلوة وممتعة الحمد لله. الله يحييك. والجو اليوم ما ساعدنا الله يعطيك العافية يا رب. يعطيك العافية كل النشاط. يعطيك العافية جميعا طبعا حتى بس أحمد. قبل بعد إذنك رعد حتى السائح موجود معنا مبسوط. كنا مستنى. بأمل مستنى. كنا مستنى. كنا بأمل يعني كنا موجودين ومسكين بس سلة بدنا نطلع بدنا نطلع يعني let's say something for Jordan TV so if we don't go to there we explore a wonderful landscape here by camel or by jeeps it's no problem Yeah, we have يعني راح نشوف اشياء. We have alternative here. الله رحمه. رسالة من. طبعا احنا انتهى وقتنا. أكيد أكيد. So we still have chance to fly tomorrow. Don't worry. نعم. احنا مثل ما قال يعني احنا على أمل كلنا إنه احنا هنا متشبثين وقاعدين بالسلة. مش راضيين ينزلوا ما بدهم يطيروا يعني بصراحة لو أنا محلهم كمان نفس الشيء.